عاد الله علينا. ثالث قرار ابشركم عقب ما ينتهي البث نعطيكم جوالاتكم اللي بيحجز طياره واللي اسمع اصبر 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 اللي ما حدث واللي عنده سيارة يضبط أموره واللي بيكلم خويه اللي يجي واللي بيكلم اللي ما معه فلوس يحتزم واللي ما معه فلوس يحتزم كفو شيك مفتوح والله اني مفتوح شيك والله ورب البيت اني لا اقولها وطولها ويقولها والله اني سالم اني شيك مفتوح ابشر بسعادكم اسلم ابشر والله بسعادكم طبعا اسلم ابو سالم الموضوع ذا بعد البث نرتب معكم خامس شيء واهم شيء كل عانه والله نسوي هسه الله يرضى عليك هذا الحرام يا ابو هاجر محسوبين